انا بحال اللي كتلاحظوا تقريبا المسيره الفنيه هذه ديال ما بين الافق ومن غير الافق راه تقريبا 40 سنه، ومازال ما وصلناش لذاك الهدف اللي باغي اللي كنتصوره واللي تصورناه النهار الاول. هنا الانسان كله عنده طموح، وسيتو هاد الشباب ديال اليوم كلهم كيحلموا، كلهم عندهم طموح، ولكن فيهم واحد الخصله اللي هي شويه خايبه، هي مزروبين مقلقين. كيحلم اليوم خصو غدا يحقق الحلم ديالو، كيحلم اليوم كيقول لك غدا انا غادي نولي فنان ولا غنولي مهندس ولا. وهنا النصيحه اللي غادي نقول لهاد الشباب، خص شويه د لا باسيونس، خص الصبر، الانسان خصو يصبر، لان النتيجه ما كتجيش سبونطاني دغيا، النتيجه خصها وقت. يمكن تفشل الخطره الاولى، الخطره الثانيه، الخطره الثالثه، ولكن كطيح وكتنوض. وهذاك هو الرجل، هذاك هو الانسان اللي باغي يوصل للاهداف ديالو. اذا بالنسبه للاخوان الشباب اللي باغي يتبع هذا الميدان الفني، الميدان الفني راه شاق، فيه متاعب، فيه تكرفس، فيه تضيع ديال الوقت وديال الفلوس وديال التعب وديال الصحه وديال كلشي. اذا شنو خص؟ ولا اختاريتي هذا الدومين ديال الفن، وخصك اولدي تضحي. انا غادي نقول لك بين قوسين، خصو تكون صحراوي، والصحراوي عنده النفس ديال الجمل، والجمل كيكون صبور. يوقع لك اللي وقع لك، ما تطيحش، زيد لقدام، سير نيشان وربي غادي يحقق لك الامل ديالك. عبد السلام الصحراوي 65 سنه، رئيس فرقه مصلح الافق بتطوان. اذا سنه 1993 عرفت الدخول ديالي الى مدينه تطوان اللي هي مسقط راسي، وخصوصا دخلت من الاعداديات مولاي الحسن بسنه الرمل بحال اللي كتعرفوا، واحد الحي شعبي. اول اجتماع ديال المجالس التعليميه في المؤسسه اقترحت تاسيس نادي للمسرح، وجات الفكره وطلقت على اسم نادي مسرح الافق. وفي الحق هذا نادي مسرح الافق هو المشتل وهو لاباز اللي عطانا فرقه مسرح الافق. اذا كنا كنهتموا بالمسرح المدرسي، شاركنا في عده مهرجانات، وفي خلال هذه المهرجانات ديال المسرح المدرسي تعرفنا على رواد المسرح، من بينهم الاستاذ عبد الكريم برشيد، عبابو الله يرحمه، يحيى بودلال، الناس اللي كانت كتعمل المسرح الهواج وكتهتم بالمسرح المدرسي، المسكين الصغير الى اخر الاسماء كبير طويله. الوغ ملي اسسنا هذا المسرح المدرسي تعرفوا بان الوزارة التربية الوطنية ما كتهتمش كثيرا بهذا الميدان ديال المسرح، وبما اننا كان حامل ذاك الهوس ديال المسرح بدينا كنشاركوا في المهرجانات على اساس بان غادي نلقاو دعم، غادي نلقاو تشجيع من طرف الإدارة ولا النيابة إلى آخره، وإذا به ما كاين لا تشجيع لا دعم لا ملاب به. جينا غنمشيو لواحد المهرجان، مشينا للمهرجان، اتصلت بجمعية الآباء باش يعطيونا سيدي زعما أوموان ترونسبور باش نديو التلامذ، ماشي غنمشي باش نخلقوا ممثلين، نديو ذاك التلامذ بانهم في سنة درب ما عارفينش، ما كيعرف حتى السينما افينيدا فين جات، كيعرف السوق والامبيكا الكامبو ديال الكره. ملي جينا نمشيو ما كاينش الفلوس، ما كاينش. اذا اش غدير؟ كتحيد الفلوس للمصروف، المصروف ديال الدار كتخلي وليداتك بيان سيغ بلا مصروف. مشينا عملنا المسرح، دينا جائزه تما ديال الانسجام الجماعي وديال التشخيص لواحد التلميذ ما عرفتش فين خرج دابا، قالوا لي مؤخرا كمشى لوكسمبورغ واحد بلال ابداول، وتبع في ذاك الطريق ديال المسرح. ملي جينا لا حفل استقبال لا تشجيع لا تكريم ذاك التلامذ، هذه وحده من المشاكل اللي كنلقاوها في المسرح المدرسي. ملي بان هذا النادي ديال المسرح الافق في المؤسسه جات واحد الفكره، كان عندي واحد الطموح ناسس جمعيه ديالي. فعلا تلاقينا مع اخوان اسسنا جمعيه مسرح الافق، واذا بها غنبداو المشاكل من الاول. باش تنتج عمل ما كاينش الاموال، باش تنتج العمل ما كاينش شكون غيدعمك. اذا بقينا المساهمات ديال الاعضاء اللي كانوا في الجمعيه ما كانوش كيتعداو 7-8 ديال الناس. قدمنا المشروع للوزاره، واذا به نفاجئ بدعم، دعم الترويج، عطانا واحد 50,000 درهم على اساس نديروا واحد 6 ولا 7 العروض. عملنا ذاك 7 العروض اسيدي، ملي ولينا بحالنا سالينا ولينا لتطوان، بغينا نديروا الحساب. حنا زعما بداك العقليه ديال الصغر كنقول زعما بان حنا عطاونا 50,000 درهم راه غادي يشيط الخير والخمير، واذا بك كنلقاو حنا خسرنا اكثر من داك 50,000 درهم، مشات 50,000 درهم ديال الترويج ومشات 50,000 درهم ديال الاخوان. ما علينا، هادشي هذا ما حبطناش، ما وقفناش، بدينا كنخدموا.
دينا كنخدموا قلنا سيدي حنا ما نبقاوش سميتو عليه نقدموا لي سبيكتاك ديالنا غير داخل الوطن، بغينا نخرجوا خارج الوطن. صار لنا واحد المشاركه غير بحال اللي كنضحكوا، جالسين في قهوه كتبنا طلب، صار لنا المسرح التجريبي للقاهره. شهر مور داك الطلب جانا الجواب غنمشيو للقاهره، غنمثلوا المغرب، غنمثلوا تطوان. ايوا مشكله هذه، كانت غير القنيطره وتازا والرباط، دابا ولات القاهره. منين غنجيبوا الفلوس ديال الطياره؟ ها ولدنا سيدي كندقوا في البيبان ديال الجامعه الحضريه ديال الولايه، كانت ساعه مازال الولايه حتى حد ما عطانا شي حاجه. واذا به نوضنا كنكتبوا في الصحافه، كنهضروا في الراديو، يمكن خافوا يمكن حشموا الله اعلم، وما يعطونا سيدي الطياره. مشينا للقاهره، مشينا للقاهره كنبصموا الاسم ديال مسرح الافق في مسرح الطليعه في وسط القاهره، يعني اعتق واقدم قاعه اللي كاينه في القاهره، قدمنا في هذاك العرض. قدمنا السنة الأولى، السنة الثانية شاركنا، السنة الثالثة جبنا واحد الفكرة من تما، قلنا سيدي دابا غادي نزيدو نكبرو لافير، غنديرو مهرجان دولي ديال المسرح التجريبي على غرار اللي كاينة في القرية اللي شاركنا فيه. جينا سيدي عملنا الدورة الأولى، كانت شوية بسيطة، عملنا الدورة الثانية كانت ناجحة، وصلنا للدورة الثالثة جبنا 60 مشارك على برا مدينة تطوان. باقي كنتذكر منهم المرحوم الطيب الصديقي، توريا جبران، مجد الخطيب، وهي شلا ما نقول لك ديال الاسماء. ايوا هنا غزت الكارثه، الكارثه العظمى. عطاونا واحد الفندق، البلديه عطاتنا فندق، ما غنسميش ما نديروش الاشهار ديال الفندق، ما علينا. هبطنا عباد الله لتما، ثلاث ايام ديال بليتو المهرجان فيه اسبوع، انا النهار الثالث ما جاي عندنا سيدي الباترون ديال الاوتيل برا خوي الاوتيل. علاش البلديه ما عطاتناش البن؟ الله اكبر، فين غدير داك الناس؟ واش غتقول الصديق الله يرحمه خرج؟ واش غتقول السيده ما جا من القاهره خرج؟ واش 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 اش غنديروا سيدي؟ اجي اعطي شيك، خلينا شيك ضمانه. منا شيك ضمانه، دوزنا الامور ديالنا، داز المهرجان، وصل التاريخ لذاك باش يتصرف داك الشيك، الفلوس مازال ما دخلوش. حنا عندنا حاجه البصاصات في الحساب ما قداش. واحد الصباح مع عيط لي البلدي قال لك راه صدر لكم في الحساب ديالكم واحد 5000 درهم. قلت مزيان، شدي التليفون عايش مول لوطور، قلت له فوالا يا فلان راه واحد 5000 درهم هي دخلت، غنعطيوها لك على طوندون يجي الخير. قال لي ما كاين مشكل. هاوتني عندو سيدي لوطيل، استقبلني بصدر رحب، جلسني في القهوه، عيط لي على قهوه كحله، هذيك القهوه مازال ما خلطتي فيها السكر، حتى كنلقى البي جي واقفه حدايا. شكاين انت هو فلان؟ اييه يلا معنا ياك لاباس. شيك بدون رصيد. دوزنا سيدي 48 ساعه في كيسميوها باللغه ديال الكوميساريا الحراسه النظريه، او تما شفت مسرحيات شفت تما المهاجرين المخدرات ها 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 ها, ها. ما علينا. ايوا وقع لي كونتاكت الاخوان مع العائله مع هذا، المهم خلصنا 100000 درهم. اذا هذا ماشي الحماق، كتعيط لعباد الله كتخلص 100000 درهم باش دير الثقافه في مدينه تطوان. لمن كدير هاد الثقافه؟ كنديروها لمسرح الافق. علاقتي بالمسرح او بالتمثيل عموما بدات وانا مازال طفل صغير، يعني بحال ذاك اللي كنقولوا على لاعب كره القدم كيبدا في الحي. انا بلاص ما غنبدا في الحي، بدينا في المنزل مع الوالد الله يرحمه. من الوالد كان عندي شويه نكايتي وشويه كيعجبو داكشي ديال المقامات وداكشي ديال الحلقه والبساط. اذا تشبعت بالمبادئ الاوليه ديال المسرح داخل المنزل. غيتطور هاد الامور، غادا تطور عندما دخلنا للمدرسه، وكنتذكر تماما في مدرسه ابن خلدون الابتدائيه. هاد المدرسه ابن خلدون كانوا فيها الفرنسيين. زعما انا كنهضر لكم على الستينات، من 60 ل 64 اللي خديت فيها الشهاده الابتدائيه. إذا الفرنسيين كانوا كيدرسوا عن طريق المسرح. هذاك المسرح كآلية بيداغوجية لتعلم اللغة. إذا تما بحال اللي غادي نقولوا حنا بالعامية تزرعت ذاك الشوكة ديال المسرح. تزاد تطورت ملي هاولنا التعليم الثانوي في الشريف الإدريسي، وعاوتاني مع الفرنسيين الفضل ديال المسرح عند الفرنسيين عليا راه كثير، لأن هما اللي علمونا. وكنتذكر هنا واحد لانيكدوت، ايام واحد الاستاذ مسيو شوفان كان مخرج مسرحي في باريس، جا كيقري هنا في سيرفيس سيفيل ديالو، دينا سيدي كنخدمو، قال لي غادي نخدمو لو مالادي ماجينير ديال مولياغ، المريض الوهمي. شكون غيلعب؟ الممثلين كلهم اساتذه فرنسيين،
وغادي يجي وغادي يحط صبعه عليا. قال لي انت دير الصحراوي غتلعب اش غتلعب؟ غتلعب ارغون. وارغون هو البطل ديال المسرحيه، راجل كبير. انا ديك الساعه ليبوك نقول لك عندي 16 17 عام. لعبنا داك المسرحيه، لعبناه في السونتر كولتوريل فرونسي، نال الاعجاب ديال الجمهور. ايوا تما داك البريام بغات يتحيد لسقط. اذا جاتنا الفكره كيفاش ندخلوا في شي جمعيه ولا ناسسوا جمعيه، وكانت اول جمعيه ديال مسرح الهوات اللي هي جمعيه الجيل الصاعد. فيها تكوننا، فيها تعلمنا، فيها بدينا كنعرضوا اعمال مسرحيه. وباقي كنتذكر واحد العمل مسرحي ديال الوالي مع ما عرفتش ان هذا السيد العام عيوان مازال حي ولا توفى، اللي هو عبد السلام الجواري. لعبناه في اطار المهرجان الوطني ديال مسرح الهوات وفوزنا هنا ومشينا للجديده. من بعد جات المرحله ديال التعيين، مشينا كنخدموا، وقفنا نوعا ما لان كان الظروف ديال العمل. ايوا ملي دخلنا في 93 لهنا لتيتوان، 92 عفوا، دخلنا لتيتوان، انتقلت لتيتوان، تلاقيت مع اخوان اش غنديروا؟ غادي ناسسوا واحد الجمعيه، وهذه الجمعيه هي اللي كتشوفوها هي جمعيه مسرح الافق. ورغم هذه المعيقات، رغم هذه المشاكل، هادشي بحال اللي قلت راه ما هبطناش، ما وقفناش. علاش؟ لان ملي اسسنا الفرقه ديال مسرح الافق تراسينا دي زوبجيكتيف، منا اهداف، وكنقولوا بان ديك الهدف خصنا نوصلوا له. كما كانت المشاكل، كما كانت الظروف، غادي نوصلوا لذاك الهدف. اذا دابا هنا خصنا نطوروا استراتيجيه ديال العمل. اذا اكتشفنا عاود التحقوا بنا ناس اخرين، الناس اللي عندها علاقه بالدومين، وزيدنا في الامور، ولينا فرقه. اش غادي نقول؟ انا ما كنبغيش نسمي ذاك الاحتراف، ولكن كنقول فرقه محترفه. انا الاحتراف باقي ما كندخلوش من هاد المهنة هذه ديال المسرح. وبحال اللي كتلاحظوا دابا هاد السنين الاخيره هذه، بان فرقه مسرح الافق ولات كتحظى بالثقه ديال وزاره الثقافه. خدينا العام اللي فات الدعم ديال الجوالات، عرضنا شي 7 ولا 8 ديال المدن، لحقنا حتى الصحراء. هاد العام هذا خدينا الدعم ديال الانتاج، وراه غير البارحه قدمنا العرض الاول ديال المسرحيه ديال وخزه. واللي غادي نقول هو بان عمر الانسان ما يتحبط. صافي ملي كتراسي واحد الهدف كتقول بان غنوصل له كود كود كود، ولكن الانسان خصو يضحي. ان هذا العمل سيرتو العمل الفني خص شويه ديال التضحيه، شويه ديال الساكريفيس، وديال نكران الذات. نكار الذات ديالك. نعطيكم واحد ليكزومبل في 95، هذا التاريخ ديال 95، 1 جوان 95، ما كيتنساليش. علاش ما كيتنساليش؟ لان كنلعب سيغ سين في واحد المهرجان في طنجه، واحد المسرحيه واقيله ديال المتنبي يخطئ زمانه، ديال واحد الدو. واذا به ملي سالينا كنديروا التحيه للجمهور، كنشوف واحد العضو معايا في المسرحيه كيعمل لي. قلت انا يمكن يكون واقيلا العمل عجبه، سبيكتاكل عجبه. شويه ملي عيط له هو طلع الخشب، طلع كيهمس لي فوني، قال لي بان مبروك مسعود راه دزت لك بنيه. زعما دير انا المراه كتولد في تطوان وانا كنمثل في الخشب. واحد اخر ما غاديرش بحال هكا. اذا ملي كيحضر لي بالنسبه لي انا المسرح كنسى كلشي. بحال كيقول لك ملي كيحضر الماء كيترفع التيمم. اون فوا كيكون المسرح. دابا علاش ولينا كنتعاطاو بزاف لهذا الشيء؟ هذا ما كاينش دابا لي كونترانت، لان تقاعدت من العمل. اذا دابا الو غنمشيو نعرضوا في تيزنيت، كتاخذ الساك كتمشي. ما كاين تلميذ غيتسناك، ما كاين غدير لوتوريزاسيون باش كيتي تيريتوار. وهذا هو مسرح الافق، ومازال ما حققناش الاهداف اللي باغي نحققوها، لان مازال المسيره طويله ان شاء الله. اذا بعد هذه المسيره الطويله ما ندمش في الحقيقه، ما ندمش على كرس حياتي لهذا الميدان الفني. وما كنتش كنتظر شي ربح، اولا كنتظر شي وسام ولا أنو. ولكن الربح الكبير هو هاد السنتين الاخيره. شاركنا في المهرجان الوطني اللي ولا كيتقام هنا في تطوان، الوطني اللي كيتقام في تطوان. شاركنا في 2017 على هامش المهرجان بمسرحيه بيكنيك. في 2018 شاركنا بمسرحيه بريسا داخل المسابقه. وهاد المهرجان الدوره 20 واقيله ولا 19 20 يمكن، هاد الدوره ديال 2019 عمري ما غنساها، لان بعد 40 سنه ديال التضحيه وديال الممارسه وديال العمل المسرحي، وفاجأ بانني انا عبد السلام الصحراوي الجمل سيكرم من طرف وزاره الثقافه. وفي الحقيقه كانت واحد اللحظه ما يمكنش نعبر عليها، لان حتى الاخوه اللي كانوا حاضرين شاهدوا بان ما قدرتش نحصر الدموع، لان كتشوف وزير الثقافه والجمهور اللي هو جمهور بيان سور نخبوي، جمهور ديال المسرح، نقاد، كتاب صحافه، اذاعي الى اخره، وانت تكرم من طرف
من طرف الوزاره كتقول ايه داكشي ما مشاش هباء المنصوره، داك التكرفيس تكرفس كله، داك الثمن اللي درنا وداك المشقات اللي تكرفسنا في الحياه ديالنا في 40 سنه ما مشاتش. او موا الوزاره كتعترف كتقول بان شكرا، قالوا لنا شكرا بطريقه فنيه وبطريقه مسرحيه. تقدم بالشكر الجزيل لطاقم المشرف على برنامج ها كيف وصلت، واللي تر انتباه ديالي هو العنوان ديال البرنامج ها كيف وصلت. انا كنقول بعدا واش وصلت، دونك ها كيف وصلت برنامج طموح، برنامج غادي يفيد الشباب، برنامج اللي كان وصل عباد الله كله يشوفوا هذا البرنامج هذا، لان من خلاله غتعرفوا على اناس اللي عطاو في ميادين مختلفه، وغادي يعاودوا لكم على التجارب ديالهم كيفاش وصلوا، واش وصلوا ولا ما وصلوش، لان الانسان عمره ما غادي يوصل. انا بحال اللي قلنا البارح في المسرحيه راه يمكن الموت عمره ما كتسنى حتى غنديروا داكشي كله، زعما داير هذوك اللي ماتوا كلهم راه خلاو شي حاجه ما داروهاش. اذا هذا البرنامج كنتمنى له الاستمراريه ومزيد من التالق، وهذا برنامج اللي هو في خدمه شباب مدينه تطوان، والمشرف عليه هما شباب وفنانه، واتمنى لكم التوفيق.